بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد السعودي والعربي لألعاب القوى، وأشكر الميدان الرياضي على الاستضافة. من المواقف التي لا تنسى في حياتي الرياضية مشاركتي في البطولة الثانية العربية لألعاب القوى في بغداد عام 1979 في الوثب العالي، وكان عمري 16 سنة، وتعتبر أول مشاركة لي مع المنتخب الأول السعودي. وقد أحرزت المركز الأخير في المسابقة، وبعدها بسنتين شاركت في البطولة العربية الثالثة لألعاب القوى في تونس، وحققت ولله الحمد المركز الأول في الوثب العالي برقم جديد للبطولات العربية لألعاب القوى، وهو بترين وستة، ويعتبر تعتبر الميدالية الذهبية الأولى في الوثب العالي لأبطال المملكة العربية السعودية.